حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. الانتصار للإنسان، الانتصار للذات، الانتصار للوطن، والانتصار للمجموع في ذات الفرد، والانتصار للفرد في ذات المجموع. الكل للجزء والجزء للكل، هذه هي فكرة الشعر منذ الأزل، الانتصار للمجموعة من خلال الفرد، والانتصار كذلك للفرد من خلال المجموعة. وعلى هذا تقوم فكرة الأوطان والمجتمعات التي عمادها وبناؤها يكونون مواطنوها لا أحد آخر. أهلا بكم أعزائنا في بيت القصيد، ومعنا من الدوحة عبر الإنترنت الشاعر الأستاذ أحمد المفتاح. حللت أهلا ونزلت سهلا أستاذ أحمد، أهلا بك في بيت القصيد. يا هلا ومرحبا أستاذي، وأنا سعيد جدا جدا بوجودي معكم في هذا البرنامج. الله يحفظك أستاذي. ونحن الأكثر سعادة بإطلالتك وتشريفك لنا. في البداية أستاذ أحمد، وقبل الحديث عن الشعر ومغامراتك مع الشعر والمسرح والثقافة بشكل عام، قبل كل هذا يعني توطئة بسيطة تقدمها لنا عنك، من خلالها نتعرف إلى ما تود أن تستأمننا عليه من معلومات ذاتية عنك، شيء من السيرة الذاتية، تفضل أستاذ أحمد. يعطيكم الصحة أخوكم محمد عبد الرحمن المفتاح. أنا حالياً رئيس قسم الدراما في إذاعة قطر، وأيضاً إلى جانب يعني في البدايات حصولي على شهادة البكالوريوس في من جامعة قطر لغة عربية إعلام، ومن ثم مارسنا العمل المسرحي بالتمثيل والإخراج والتأليف، إلى جانب طبعاً أن الشعر لم يغادرنا منذ تلك اللحظة، وكان يذهب ويأتي بين حين وآخر، إلى أن الحمد لله يعني صار يعني بما معناه هو كان صار الديدن بالنسبة لنا، وصار هو المتنفس أحياناً للتعبير عما يجول في الخاطر، وعما يعني تحكي عنه العواطف والمشاعر نعبر عنه شعرا. وصار الحمد لله وجودنا في هذا المجال هو يعني احيانا متنفس لكي نعبر عما يجول في خواطرنا، الى جانب طبعا الكتابه، والكتابه بكل اشكالها، الكتابه النثريه والكتابه المسرحيه، الى جانب طبعا يعني بما معناه ممارسة الفعل الثقافي والفكري والفني بين حين وآخر، إلى أن تكونت شخصية الحمد لله يعني وجودها في المسرح كمخرج كمؤلف كممثل، وأيضا صار هناك عدد كبير من الأعمال التي قمت بتأليفها. نعم. مسرحيا، وأيضا هناك كتاب بسيط من فترة طويلة نوعا ما يعني أصدرته. ما أقول لك يعني يمكن الكسل أحيانا يكون هو العائق أمام أن تظهر هناك مؤلفات أخرى، ولكن إن شاء الله المستقبل سوف يكون هناك مؤلف شعري إن شاء الله. ربما تضارب الأولويات أيضا هو الذي يدخل المبدع في حالة من الحيرة، فيجد نفسه غير قادر على التفرغ للانتهاء من مثلا كتاب ما، يدخل في باب إبداع مختلف كالمسرح الذي تجيد والذي أبدأت به كما تفضلت، إخراجا وتمثيلا وتأليفا أيضا. بعيدا عن المسرح، قريبا من الشعر، وإن كان هناك علاقة مشتبكة ما بين الشعر والمسرح، فهناك المسرح الشعري، هل قدمت مسرحا شعريا قبل ذلك أم أنك تطمح إلى مثل هذا أستاذ أحمد؟ والله هي الآن في خطة الآن لتأليف عدد من النصوص المسرحية التابعة للمسرح الشعري، وهناك مشروع لتقديم مثل هذه التصورات كتابيا. في البداية نرى كيف تقبل القارئ تحديدا يعني المسرح الشعري، طبعا هو موجود مع الشعر بشكل عام يعني. نعم. خلال الأعمال التي قدمت في السنوات الماضية ومن خلال المسرح الشعري، ولكن هناك فكرة لتقديم مسرح شعري يمكن هي نوعا ما فيها نوع من المخاطرة لعدم تقبل بعض يعني، لكن احنا في لنا تجربة بيني وبينك في الفترة الماضية، هناك شاعر قطري يعني هو توفي بشكل مبكر في تقريبا 94 قصدي 2004، في سنة 2008
جمعنا عدد من القصائد لهذا الشاعر، وهو الشاعر القطري محمد قطبة، وقدمناها في عمل مسرحي كان في نوع من تقديم هذه الأشعار. والحمد لله كان هناك أيضا صدى جيد لهذا العمل، بحكم نعم أن الدكتور كان أيضا وجوده في الوسط الاجتماعي والوسط الثقافي والوسط التربوي، بحكم أنه هو آخر منصب كان له وكيل وزارة التربية والتعليم. والحمد لله يعني كان هناك صدى جيد، ولا يمنع من أن نكرر هذه التجربة في تقديم عدد من الأعمال التي ترقى إلى جميل. أن تقدم في المسرح الشعري ماذا عن الشعر مستقبلا. في ذات أحمد المفتاح؟ ما الذي يعنيه الشعر لك؟ تعريف الشعر انطلاقا من تجربتك الذاتية، كيف تعرفه؟ والله طبعا أنا الشعر مر معاي بعدة مراحل. في البداية كانت الكتابات الأولى والإرهاصات الأولى لهذا المجال، كان هناك بعض الكتابات ترقى إلى أن تكون من شعر التفعيلة أكثر من الشعر العمودي، نعم وكانت هي قصائد نوعا ما تعبر عن الذات وعن المشاعر الذاتية وعن ما يمر فيه القلب والفكر من هذا الجانب. وطبعا لا يخفي هذا الجانب ان الاطلاع او الكتابة عما يجول في الخاطر من بعض الأعمال او بعض لا نقول المشاكل، بعض الأزمات التي تمر فيها الأمة العربية والإسلامية. نعم وكان أيضا هناك في هذا الجانب تقديم في هذا الجانب، إلى جانب طبعا السنوات الأخيرة أو السنتين الأخيرتين بديت أركز على الشعر بشكل، يعني هناك نوعا ما بعض القصائد اللي فيه نوع من التكرار في بعض المصطلحات وبعض الألفاظ وبعض المعاني، ولكن من قبل سنة حاولت أن أخرج من هذه العباءة وأن أقدم شعرا يرقى أن يكون يعني ليس له نوع فيه نوع من التكرار بقدر ما هو يعني يمثل شخصية أحمد المفتاح الشاعر. والحمد لله يعني حتى مشاركاتنا في بعض الأمسيات الشعرية سواء الداخلية والخارجية عضدت هذا الجانب وأكدت هذا المفهوم، ويعني لا أقول أن هناك يعني توجه معين، ولكن أحاول أن يعني أن أنحو جانبا من الشعر وأن يقدم يعني شعرا يكون يعني يعبر عن أحمد المفتاح من جانب الشخصي. من الشعر الذي يعبر من وجهة نظرك عن الشاعر أحمد المفتاح، الشاعر القطري والمسرحي الجميل، نريد شيئا من هذا الشعر الآن ونطمع إلى الكثير منه، لكن إن نريد شاء الله إن شاء الله فاتحة شعرية منك الآن، تفضل. إن شاء الله أتمنى ذلك. هذه القصيدة بعنوان حكايتي. وإذا أتتك حكايتي فأنا هنا، وأنا هنالك في خطى الأسفار، وأن الذي قد كنت يوما عابرا ما بين ليل دائم وحصاري، وهناك أجري كالسراب وكالصدى، وأتوه يوما في دجى الأقمار. كم قد عرفت من البراءة قصتي، وحكيت ما أبغي إلى أسواري، ورسمت في الدنيا حقيقة عابر، وأسرت لكن أرتوي بإساري. يا طارقا باب الأنين أنا هنا، وهناك يممنا تجاه ستاري، ثم استطاعت غربتي أن تنزوي ما بين صد سارح وغبار، وأضيع في الظلمات مثل متاهة تاهت هنالك في سدى الأستار. ثم اعترفت بما أبوح لأنني قلب هما في كالح الأنوار. لفظ فوق أستاذ أحمد، لا ترى أن شخصية المسرحي تسيطر عليك بوعي أو بلا وعي عندما تكتب النصوص الشعرية؟ طبعا يعني هذا يمكن جانب يعني حاولت أن أتخلص منه، ولكن وجدت نفسي في متاهته، يعني موجود في هذا الجانب. يمكن ربما احنا ليست قضية متاهة، ربما عدها بعضهم ميزة. طبعا يعني هي قضية، يمكن احنا قضية شغلنا في الإذاعة يعني من خلال الدراما الإذاعية ومن خلال المسامع الإذاعية نعم يدخلنا في قضية هذا الإلقاء اللي التصوير يعني هو الإذاعي. نعم، يعني هذا جانب يعني
انا موجود في، لان موجودين احنا في هذا الجانب، وانا على فكره اكلمك من اذاعه قطر، هي بيتي الثاني يعني. فيعني من خلال الاذاعه، يعني من خلال الالقاء الاذاعي، من خلال ايضا المسرح كان له دور، يعني المسرح ايضا يعني يمكن هو يختلف، هناك فروقات فرديه بين الاداء الاذاعي والاداء المسرحي والاداء التلفزيوني، ولكن هناك بعض الخطوط المتشابكه بينهم. يعني الإلقاء، يعني أنا أتصور أيضا هو يعني جانب مهم للشاعر، لكي نعم يعبر عن المعاني اللي يكتبها، لكي يعبر عن الأفكار اللي يريد أن يوصلها نعم للمشاهد والمستمع. طيب إذا فأنا أردنا أن أتصور نتحدث عن فكرة الإلقاء، يعني إسهابا بموضوع الإلقاء وقد جئت على ذكره الآن في هذا السؤال أو في هذا النقاش أستاذ أحمد، هناك من يرى أن الإلقاء هو عبارة عن ثيمة نغمية ثابتة في كل النصوص على اختلاف موضوعاتها ومضامينها وبحورها، هل هذه الطريقة من وجهة نظرك صالحة أم أن الإلقاء ينبغي أن ينسجم مع الموضوع والبحر ومضمون القصيدة وربما يكون مختلفا في غيرها؟ تفضل. لا، نتصور هو الانسجام مع المعاني ومع الأفكار ومع مع البحور الشعرية. أنا أتصور أيضا محتاج إلى الشاعر أن يؤكد هذا الجانب. يعني كثير نعم من الشعراء تجده يعني يلقي بشكل جدا متواضع يعني. فأنا أتصور الإلقاء جانب مهم. يعني أنا أتصور حتى كثير من المعاني قد يعني يفقدها الشاعر أو يفقدها نعم المستمع أو المشاهد إذا لم يعبر عنها الشاعر بالإلقاء المتميز لهذا الجانب. فيعني كثير من يعني يمكن حتى من خلال الأدب، يمكن خلال الأدب العربي ومن خلال الشعراء اللي مروا على الأدب العربي، سواء الأدب العربي القديم أو الأدب العربي الحديث، نجد أنه أحيانا بعض الشعراء يعني يفقدهم الإلقاء العدم الجيد المعاني اللي يريد أن يوصلها من خلال القصيدة. فأنا أتصور الإلقاء جانب مهم وجانب هام في هذا الجانب، حتى أن نعم يعني أنا أتصور حتى الشاعر يجب أن يتعلم هذه، وهو والإلقاء طبعا هو لا أخفيك أستاذي هو علم، يعني هو علم صحيح يدرس، وهو أيضا إلى جانب، هو طبعا لا يخفيك أنه هو فن، ولكن أيضا هو علم يجب أن يتعلم الشاعر، ويجب أن يؤكد هذا الجانب في حياته الشعرية. نطمع ونطمح إلى قصيدة جديدة تلقونها علينا نعم، بطريقتكم الجميلة وأدائكم المتميز أستاذ أحمد، الله تفضل. يخليك استاذي، الله يخليك. طبعا هذا قصيد نوعا ما نص قصير. انا طبعا انا طبعا اكثر قصائدي يعني تفتقد للنفس الطويل، ولكن ايضا ليست قصيره جدا يعني، لكن احاول ان اكون في الوسط. يعني تفضل. اني عرفتك يا دربي تعاندني، وترسم الليل في خوف على ألمي، وترتمي دائما ما بين أوردتي حتى ترى ما ترى طيفا على سأمي، وأنت في أول الأيام آخرها، وأنت في آخر الآلام يا سقمي، لك الحكاية لو جرت عواقبها، لك الطريق الذي يفضي إلى الندم، إيه. لك الصحاف التي ما كان كاتبها إلا على دفتر في قيده قلمي، لك الحروف التي سارت على سفن، لك البحار التي جارت إلى العدم، وأنت تدري بما آلت حوادثنا، وأنت ترعى حنين الصبح بالظلم. وأنت تدري لما آلت حوادثنا وأنت ترعى حنين الصبح بالظلم. بالظلم هذا الحنين للصبح الذي يواجه الظلام هو يعني هاجس كل شاعر، لماذا دائما ما نجد الشعراء يبحثون عن الصبح ويواجهون الظلام؟ هل الفكرة نابعة من انتمائهم للعامة؟ أم أن الفكرة تتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد من مجرد الانتماء للناس فقط؟ هو دائما انا اتصور الشاعر يبحث عن الامل ما بين كلماته. يعني نعم كثير من الشعراء يعني احيانا يكون في نوع من العتمه والسواد في بعض الكلمات، ولكن احيانا حتى لما يعني لازم، يعني انا اتصور التاكيد على قضيه
بعث الامل من خلال نعم الكلمات، وبعث الامل من خلال المشاعر ايضا. هذه مهمه للشاعر، يعني مهمه يجب ان يؤكدها الشاعر من خلال كلماته ومن خلال ما يعبر عنه. يعني واحيانا الظروف اللي يمر فيها الشاعر، يمكن احيانا يعني ظرف معين، سواء ظرف اجتماعي او ثقافي او فكري او حتى ظرف نفسي يعبر عنه بالشعر. ولكن ايضا ارى الكثير من الشعراء هناك بصيص امل من خلال كلماتهم، فانا اتصور هذا جانب موجود في الشعراء، وكثير من الشعراء يؤكدون هذا الجانب. نعم لكن ايضا محتاجين ان نعبر عن الامل من خلال الشعر، عن صدقت الثقافه، حتى ان نصل الى ان يكون كلماتنا يعني تبعث روح الامل في هذا نعم الانسان، الذي سواء الانسان العربي او الانسان بشكل عام، أحسنت حتى ان يصل الى بكلماته الى ان يعبر عن هذا الجانب. الشعر لا يمل منه، وكذلك النقاش الرصين أعزائنا المشاهدين متواصلون معكم، ولكن قبل أن نتابع نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود. إليكم ومعكم نعود من جديد أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم ومعنا عبر الإنترنت من الدوحة الشاعر الأستاذ أحمد المفتاح، مرحبا بك مرة أخرى. وقبل مواصلة النقاش زدنا شعرا، تفضل أستاذ أحمد إلى الشعر من جديد. ولا يهمك أستاذي، أبشر إن شاء الله. لا عتمة اليوم، لا حل ولا سفر، ولا غياب توارى عندما حضروا. هم في شتات الصدى أنات أغنية، وهم هنالك غابوا وقتما هجروا. وهم جنات الهوى آهات أمنية، يا حبذا الغوص في بحر إذا عبروا. ثم النداء نداء الليل مرتسما، حتى متى يعتلي ما بيننا قمر، حتى متى يعتلي ما بيننا قمر، حتى متى في رصيف الشك أحجية، تاهت هنالك في صد وإن ظهروا. ومن أتى موعدا في غير موئله، حتى إذا ما تهاوى بعدما انتصروا. ثم النهاية أنوار تلاحقنا، ثم الختام تجلى حال من شطروا. يا سلام، الكتابة بلسان المجموع أستاذ أحمد على ما يبدو أنها هم يشغلك، أراك تنسلخ عن ذاتك ذهابا إلى المجموع، فقد وردت واو الجماعة كثيرا بهذا النص وبنصوص سبقته. ما الفكرة من الكتابة بلسان المجموع واستحضار حال الكل بعيدا عن فكرة الجزء؟ هل والله هذه طريقة خاصة بك أم أن هناك ألغازا وأسرارا ينبغي كشفها؟ والله هو يمكن هروب من الذات أحيانا. بعض القصائد يعني فيها نوع من الذاتية، ولكن أحاول أن أعممها يعني بشكل أو بآخر. يعني يمكن لا يوجد هناك فلسفة معينة، بقدر ما هو القصيدة أحيانا تفرض نفس كلمات القصيدة، وأحيانا حتى البحر نفسه أو القافية نفسها أحيانا تفرض نفسه. ولكن هناك قصائد يعني تدخل ضمن صميم الذات بشكل جيد، بشكل مباشر، ولكن ايضا احاول ان يكون صحيح. هناك عدم مباشره في ان تعمم هذا المعنى، لكي يصل احيانا حتى ان الواحد لما يسمع قصيده او يقراها تعبر عن حاله عامه، لا تعبر عن حاله خاصه. وهذا ايضا يدخل ضمن صميم الشعر بشكل عام. يعني كثير من الشعراء عندما يعبرون عن العام، تصل القصيدة إلى أكبر شريحة من المستمعين والمشاهدين. شعرنا القطري الجميل أستاذ أحمد المفتاح، باعتقادك الذاتي وانطلاقا من تجربتك الفنية، والفن يولد الشعور العالي لدى الإنسان المبدع، وقد اشتغلت بالمسرح والشعر كذلك، باعتقادك الذاتي كيف يمكن أن ننتصر للحق؟ والله شوف، هذا سؤال كبير جدا والمعاني فيه كبيرة جدا، ولكن
يعني دائما يعني الشعراء يعني يمكن هما، لا أقول هو المتنفس الوحيد، ولكن أنا أتصور هو من خلال أيضا نرجع إلى التاريخ وما بالتاريخ وما بال، يعني كثير من الشعراء عندما يعني كتبوا قصائدهم أحيانا تعبر عن ذاته، وأيضا تعبر عن قضية وعن ما يمس المجتمع وما يمس مثلا يعني الشاعر. يعني هناك شعراء كثيرين قبل أن يكون شاعر فهو أيضا يعني مارس العمل الفدائي ومارس العمل الاجتماعي نعم والثقافي، وكان هناك شعراء يعني قدموا نفسهم لقضايا معينة. صحيح. يمكن يعني تحضرني، يعني يحضرني هنا الشاعر الذي كتب، يعني ما أذكر بالضبط، لكن عبد أيضا الرحيم محمود من فلسطين مثلا، نعم تحديدا هو تحديدا هاي شاعر قضى في سبيل كلمة يقولها، كنت أقصده، يعني عبد الرحيم محمود يعني هو شاعر الذي هو قال: أوكراني. سأحمل روحي على راحتي وألقي نعم بها في مهاوي الردى، ذكرتني فإما بهذا حياة البيت. نعم تسر الصديق وإما ممات نعم يكيد العدا. يعني أنا أتصور أيضا يعني كثير من الشعراء لازم أن يخرجوا من الغرف المغلقة ويكون يعني يعبرون عن هذا الجانب. يعني لا نعم نقول مثلا، لكن أيضا يعني هذا جانب يعني لا أقول صعب، ولكن هو يمكن كثير من الشعراء لا يحملون إلا كلماتهم، يعني وهذا طبعا وتصل كلماتهم إلى الكثير من الناس، وتكون أناشيد وتكون أغاني وتكون نعم يعني تعبر عما يجول في خاطرهم. ولكن أيضا يجب أن يكون الشاعر ذو قضية وذو يعني فكرة، ويعبر عن هذه القضية وهذه نعم الفكرة، وتكون هي ديدنه في كل يعني في يعني يعود إليها، يعني ممكن أن يخرج عنها ولكن لا يجب أن يعود إليها لكي يعبر عما يجول في خاطره نعم بهذا الجانب. إلى الشعر من جديد، ما رأيك؟ إن شاء الله سالي. طبعا هذه شوي قصيدة يعني لا أريد أن أثقل عليكم فيها، ولكن هي فيها نوع هي مختلفة تماما عن ما لا بأس، ألقيتها خذ يعني. راحتك، اقرأها علينا كما تحب وكيفما تشاء، هذه قصيدة نوعا ما. ونحن يعني سعداء بك وبتشريفك الله وبكل ما يخليك تقرأ علينا من نصوص. تفضل أستاذ الله أحمد. يخليك. هذه قصيدة يعني نوعا ما حتى فيها نوع من الظرافة والنكتة، ولكن هي حتى موضوعها شوي غريب، تفضل. ولكن هي قصيدة نوعا ما قديمة ولكن أعتز فيها وأحبها كثيرا. وأنا على فكرة صرت قاعد أقرأ، لأن أنا للأسف مش ما أحفظ شعري، أحفظ الشعر ولكن قليل، لأن الإذاعة شوي نستنا موضوع الحفظ يعني. فأقول في هذه القصيدة: أسكت قليلا يا صديقي، أسكت قليلا والتفت للقادمين على الطريق، للذاهبين إلى الصحارى والقفار، للمتعبين من المآسي والدوار. أسكت قليلا واعتبر، لا ترتمي في حضن تجار الصراخ، فالصوت صوت ليس إلا وليس طوقا للنجاة، فالصوت صوت ليس إلا وليس طوقا للنجاة، الصوت فخ ليس يسرقه الجناه، والدمع ليس سوى حنين، والخبز ليس سوى طحين، والليل ليس سوى سواد في سواد في أنين. يا الله، أسكت قليلا يا صديقي، فالناس ترغب في الرقاد، فسكوتك اليوم الجمال بحكمة، وسكوتك اليوم التواضع بافتخار، وسكوتك الصمت المصفى والهناء، وسكوتك الألحان والأشجان تلهمنا الأغاني الخالدات. أسكت قليلا يا صديقي، إن المسافة لا تحاكم من مشى في دربها، إن الحروف لا تحاسب من يحاكي نطقها، إن الجبال لا تحارب دائما من تسلق قمة من صخرها. أسكت قليلا لأن صمتك يا صديقي أغنية، ولأن صوتك يا رفيقي أحجية، ولأنك الإنسان من نسيان، ولأنك الطفل الجميل في قسماته، والسعد في أوقاته، والحب في نسماته. أسكت قليلا يا صديقي، كي ترى كل الذين تحبهم جاءوا إليك من الجنوب أو الشمال، كل الذين تودهم وتعزهم، وكل عشاق الجمال، وكل أرباب النضال، وكل أصحاب الموائد والمجالس والجدال، وكل من قالوا طويلا
يحيا الوطن من النساء أو الرجال. يا سلام. أسكت قليلا يا صديقي كي تنام وتستريح، كي لا يبح الصوت يوما من صراخ، فالصوت يا صاحي أمانة مثلما المال أمانة. جميل. أسكت وقدم للجموع حكاية أو قصة عن أدب السكون، وانسى الذين يمثلون بأنهم أسرى الهوامش والجنون، لا كالذين يفاجئونك يرغبون بأن يكونوا في المتون. أسكت وأبصر كل من يأتي ليشهد كيف كانت حكمته. أسكت وأطرب من يريد سماعه ذاك الهدوء. أسكت ولا تتعب فمك المهيأ لابتسامة. أسكت وأسمعنا عربية صماء تنساب كما الحرير. أسكت ذاك هو الهدف، ولغيره لا شيء سوى التأفف والقرف. هل بعده إلا التأمل في سكينة ليلة قد تشترى؟ هل بعده إلا الجنوح إلى الوقار؟ وهل الوقار سوى السكوت؟ وهل السكوت سوى التفكر في الورى؟ هي فلسفات لا تحس ولا ترى. أسكت قليلا يا صديقي، ليس الكلام بطولة، ليس الخصام هو المعين، ليس الذي قد قال كلا ستراه نجما يتلألأ في السماء. فهناك من يحيا ويهنى كلما قال نعم، كلما قال بلى، إنه فهم الدروس من الرؤوس إلى القدم. حرف سأم، صوت ظلم، صمت نعم، نعم 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 نعم. هذا لعمرك في الدنا هو الكلام، هي الحكم. أسكت قليلا 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 يا صديقي المحترم. يا سلام. لا كان السكوت لمثل هذا الصوت وهذه الحنجرة الذهبية وهذا الأداء الرائع وهذا النص اللامع الممتلئ شعرا والناضح بالكثير من الأفكار المنتصرة للإنسانية. أحسنت كثيرا أستاذ أحمد. فيما يتعلق بالوسط الشعري أستاذ أحمد، وبكل وضوح وتجرد وصراحة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا طبعا، خصلتان تحبهما في الوسط الشعري بالإضافة إلى آفة واحدة فقط، نبدأ بالخصلتين أولا. والله هي قضية تواصل الأجيال أحيانا يخدم الشاعر. نعم. يعني عندما يكون الشاعر يعني متواصل مع الجيل اللي سبقه والجيل اللي بعده، نعم، ويكون هناك نوع من التآلف، نوع من الألفة، نوع من التكاتف بين هذه الأجيال. إلى جانب طبعا التواصل مع الآخر في الدول الأخرى. يعني احنا يمكن لا أقول لك احنا نفتقد في قطر، ولكن هناك عدم، يعني مش اهتمام بقدر ما هو الاهتمام قليل جدا بالشعراء. يعني الاهتمام يعني حتى في الفعاليات التي تقدم والفعاليات التي يمكن انا ما يعني الشيء بالشيء يذكر. يعني انا في جهه من الجهات طلبت مني ان اقيم امسي، يعني يمكن هذا الشيء، لا اريد ان اذكر الجهه ولا اريد ان اذكر من بالضبط، طلبت مني ان اقيم امسيه، فقلت انا بس على استعداد لاي امسيه وفي اي وقت وفي اي جهه، ولكن يعني لم تقم هذه الامسيه، والى الان لم تقم، وصار هذا الموضوع عليه 3 سنوات. يعني تخيل يا إلهي. يعني لكن في المقابل هناك شعراء لما يقرأ عنك أو يسمع عنك أو يعني يشاهد بعض المقاطع اللي أنت تنزلها على بعض التواصل الاجتماعي يتصل بك على طول، ويعني يقدم لك الدعوة وتذهب إليه، ويكون هناك استقبال جيد، ويكون هناك تعاون جيد، ويكون هناك يعني إحنا يمكن للأسف هذه نقطة إحنا نفتقد لها في قطر تحديدا. يعني ما أدري الدول الأخرى كيف، لكن أنا وجدت في قطر للأسف. يعني وهذه أيضا تجرنا إلى أن يكون هناك تجرنا إلى الآفة. يعني الآفة يعني هناك يعني في كثير من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الجهات لا تريد أن تظهر. يعني أنت لما تظهرني أنا، لما أظهر مرة ومرتين وثلاث، أتعود على مواجهة الجمهور، أتعود على أن يكون إلقائي صحيح. جيد، أتعود أن يكون هناك
هناك ايضا ناس يعرفوني. انت تخيل على فكره استاذ مصطفى، يعني سنه نعم انا مره من المرات، يعني تخيل واحد، يعني لما ذهبت الى احد الأمسيات المهرجانات في احد الدول، احد الامسيات في احد الدول الخليجيه، لما رجعت، يعني واحد قريب مني جدا يقول لي والله انا اول مره ادري انك تكتب شعر. يا يعني سلام هذا الشيء محزن والمضحك في نفس الوقت. يعني لكن ايضا جانب اخر، يعني ايضا يجب ان على الشاعر عندما يجد في نفسه الكفاءه ويجد في نفسه الجراه ويجد في نفسه، يجب هو ايضا له دور في ان يسوق نفسه نعم من خلال الكثير من وسائل التواصل، من خلال ايضا الاذاعه والتلفزيون ويعني الجوانب هذه الاخرى من خلال البر. يجب ان يسوق الشاعر نفسه، يسوق اعماله، يقدم نفسه بشكل او باخر لهذه الجهات او لغيرها. فانا اتصور يعني يمكن ان جاوبت على السؤال من خلال نعم يعني الجانبين، وايضا الجانب الاخر اللي هو يعتبر في هو يعني تعتبر الآفة للأسف احنا نفتقدها او يعني نعاني منها في قطر في هذا الجانب. ربما كانت عتابا لطيفا نعم بصورة التحدث عن الآفة التي تزعجك أستاذ أحمد. أحسنت كثيرا بما قلت، ومثلك يستحق أن يقدم ليس في الله بلده يخليك، الله فقط وإنما في مختلف المحافل التي تعنى بالشعر والأدب والعربية. أرجو أن تتفضل لا بالبقاء معنا، سنخرج مع إلى السلامة. فاصل جديد الآن، بعده نواصل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، إلى فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا. نرحب بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم. أحمد المفتاح، الشاعر القطري الجميل، هو ضيفنا عبر الإنترنت من الدوحة. أهلا بك أستاذ أحمد مجددا، إلى نص جديد مختلف هذه المرة أيضا قبل إن أن شاء الله نواصل النقاش، تفضل. إن شاء الله. هذه قصيدة نوعا ما فيها نوع من الرمزية، ولكن يعني كتبتها في الفترة اللي بدأ فيها طوفان الأقصى، وكتبتها في هذا الجانب، يعني في بشكل، لكن هي فيها نوع من الرمزية أكثر ما فيها مباشرة. يعني هل تعرف، هل كنت تعرف ما خطاي متاهتي؟ هل كنت تسأل حكمتي وصلابتي؟ أنا يا معين عرفت ماذا في الدجى، أنا ها هنا وهناك أحكي قصتي. عما دها ذاك المسافر برهة، ذاك الذي ترك الطريق، ذاك الذي ترك الطريق لوحدتي، ثم ارتمى يوما كليل هائم هو في السراب، كما حقيقة غربتي. يا غربة الأيام، هل من قادم يدنو من الأسوار يشكو ثورتي؟ وهو المحاصر بالحصار كما ترى، في صورة حدباء تسرق كلمتي، وهي الحروف فضاء أيامي لظى، وهي السدى يا طارقا باب التي، تلك التي جارت على أصواتنا، جرت على الصمت الملاقي همتي. ما في همومك يا سؤال مدامع، ذاك الصدى يأتي ليشهد صرختي. يا سلام، هذه هذا الصرخة باختصار. التي يعني ينبغي أن ينتصر لها كل ذي قلب، كل نعم من يحمل في أنفاسه حسا صادقا ينتمي إلى الوجع في كل مكان ولا يفرق بين إنسان وإنسان. أحسنت كثيرا أستاذ أحمد. على المستوى الأدبي الشخصي، ما الذي تطمح إلى تحقيقه؟ سواء في ما يتعلق بفن المسرح أو بفن الشعر، بكل صراحة ما والله الذي تسعى والله إليه؟ طبعا احنا في المسرح يمكن شوي ايضا، لا اقول لك نعاني، ولكن هناك الكثير من العقبات احيانا تقف، لكن الحمد لله يعني مع وجود الان
يمكن احنا دائما بما ان احنا نقدم عمل او نقدم مسرح نخبوي او اكاديمي نوعا ما، فكانت المهرجانات المسرحيه هي متنفسنا للظهور من خلال النصوص المسرحيه، من خلال الاعمال اللي نخرجها، من خلال الرؤى الاخراجيه اللي نقدمها، من خلال ايضا الجانب التمثيلي. نعم. فكانت يعني وجود بعض المهرجانات سواء المحليه او الخليجيه او حتى الدوليه، مشاركتنا فيها في السابق كانت تعطينا يعني الاكسير للمواصله، وتعطينا هي اللي هي احنا ان نواصل هذا المشوار وان يعني نقدمه بشكل او باخر. يعني نعم. يمكن في السنوات الاخيره، يعني يمكن ايضا اهم المهرجانات المسرحيه اللي كنا نحضرها، مهرجان مسرح القاهره، مهرجان الدولي القاهره المسرح التجريبي، كنا نذهبها بشكل سنويا ونشاهد الكثير من الاعمال ونطلع على هذه التجارب من كل الدول، من كل دول العالم، يعني هو مهرجان دولي. فيعني هذه تنعكس علينا ايجابيا لما نعود نفكر في كيف ان نقدم عمل معين بكل يعني بكل يعني معنى الكلمه يحرضكم المهرجان على إبداع نعم جديد، يستفز نعم لديكم نعم قريحة يعني الإبداع. هذه طبعا هذا الجانب ما اقول لك ان اختفى، ولكن يعني تلاشى نوعا ما او صار قليل جدا، او ان ممكن الشخص عن طريق بنفسه يذهب الى هذا المهرجان ويطلع. لكن عندما هناك يعني كنا جهه معينه، يمكن احنا كنا سابقا نشتغل عن طريق الهيئه العامه للشباب، وهي كانت يعني هي الاداره التي نقوم بتقديم اعمالنا من خلالها. يعني اطلاعنا على هاي التجارب ووجودنا في هذه المهرجانات هي تنعكس على اعمالنا ايجابيا، هذا من ناحيه المسرح. من ناحيه طبعا الشعر والادب، هناك عندما يكون هناك يعني جهه معينه ترعى الاديب وتقوم فيه وتقدمه للجمهور وتحاول ان يعني توفر او تسهل عليه الكثير من القضايا، حتى انه هو يعني لا مثلا وجود نقابه او وجود مثلا هيئه معينه او وجود، يعني للاسف احنا ايضا نفتقد في قطر لهذا الجانب، يعني لكن عدم وجود. حديثك هذا أستاذ أحمد لا نعم ينفي فكرة وجود مؤسسات فعلا تنتصر للقيمة، خلينا نقول الشعورية في الإنسان، تنتصر للقيمة الإبداعية في روح المبدع المثقف الشاعر، كمكتبة قطر الوطنية مثلا والحي الثقافي كتارا وغيرها من المؤسسات نعم الوطنية التي تعنى بالأدب والمبدعين. أنت من المؤكد تتطلع إلى يعني توسيع نعم الدائرة، نعم ولكنك لا نعم تنكر وجود الإبداع أيضا ووجود الاهتمام بالمبدعين. بالعكس الاهتمام موجود، والاهتمام جدا يعني احنا نلاحظه. يعني ايضا قضية الاستمرارية، قضية يعني ان يكون هناك يعني زخم في هذه الاعمال، يكون هناك لا نقول كثرة بقدر ما هو يكون ايضا يعني احيانا الكثرة تفقد العمل أن يعني، يكون لكن هناك ايضا مشاريع مستدامة، مشاريع ثقافية مستدامة في مستدامة. هذه نعم المؤسسات نعم الوطنية. نعم هذا جانب مهم، ويعني يعني ايضا يعني هذه ايضا تعطينا حتى مثل ما قلت لك يعني حافز. الثقة في نفسنا والحافز، وان نقدم نفسنا بشكل او باخر. يعني حتى يعني يمكن انا يمكن الشيء بالشيء يذكر، يعني مثلا لما نرى بعض الجهات في دول اخرى ترعى هذه المواهب وتقدمها وتحاول ان تدفعها لهذا الجانب ايضا، لكن ايضا لا اخفيك يعني هناك بصيص نور وما زال والنور موجود يعني، ولكن ايضا نحن نطمع للمزيد يعني ان شاء نعم، الله. يعني أكيد أيضا نحن نشد على أيديكم في قطر وفي كل الوطن العربي، لكن حينما تتحدث عن قطر فإن المؤسسات الثقافية الرائدة في مجال العمل الثقافي والأدبي والساعية إلى نشر ثقافة الكتاب ليس في قطر وحدها أو الخليج فقط، وإنما في المنطقة العربية وتتطلع إلى العالمية، وهي على ذلك تعمل ولا تزال تجتهد. من هذه المؤسسات كما تعلم مكتبة قطر الوطنية التي يديرها سعادة الدكتور حمد الكواري أبو كوار. تميم، نعم ومن نعم هنا نطير له يعني أسمى باقات الشكر والتحية على يعني دوره الذي لا يزال يطلع به. فكرة تولية الشخص المناسب المثقف للمكان المناسب هي فكرة قلما نجدها حاضرة عمليا في المنطقة العربية، لكن أحيانا نعم تكون حاضرة فعلا
حينما يتولى شأن مؤسسة معينة رجل مطلع مثقف أديب مهتم بهذه الفنون مجتمعة. نحن بحاجة إلى من يفهم لغة المثقفين أيضا، لا فقط من يدير الأنشطة فحسب، نحن بحاجة إلى من ينتمي إليهم ويتحدث بلغتهم، أليس كذلك أستاذ أحمد؟ نعم صحيح، أنا أتفق معك 100% في هذا الجانب. يعني أنا يعني تجربتنا أيضا الفترة الأخيرة مع مكتبة قطر الوطنية كانت تجربة جدا ثرية، وكانت يعني أعطت أيضا يعني مثل ما يقول لك يعني جانب آخر يعني قدمت. يمكن تذكر أستاذ مصطفى يعني لما شاركت أيضا أنا في الأمسية الشعرية، أيضا هذه يعني أعطتني أيضا دافع آخر، وأعطتني أيضا تشجيع آخر أن احنا أن أكد نفسي وأكد جانب هذا. فأني فأنا لا أخفي يعني أيضا تتارى لها دور معين، أيضا نادي الجسرة كان له دور وما زال، أيضا مكتبة قطر الوطنية، أيضا الآن مع وجود إدارة الثقافة والفنون في وزارة الثقافة بقيادة أخي وصديقي الشاعر عبد الرحمن الدليمي، أيضا هذا يعطي ما زال يعني يمارس عمله بشكل جيد ويقدم الكثير من الأفكار. يمكن احنا شاركنا الفترة الأخيرة معاهم في ملتقى السرد الخليجي، وأيضا جميل. أيضا يعني فهذه بالعكس هذا موجود، ويعني لا ولا ولا نغبن حق الآخرين. هناك تجارب معينة ويعني ورائدة وتجارب قدمت نفسها للمجتمع القطري بشكل أو بآخر، ولكن أيضا مثل ما قلت لك نطمح تطمح إلى الأفضل وإلى توسيع دائرة العمل البناء من أجل الارتقاء بالثقافة الرائدة ويعني المبدعين الواعدين في كل مكان. أستاذ أحمد، لك أن تنتقي وتختار القصيدة التي تفضلها مسكا لختام هذه الحلقة من حلقات برنامجنا بيت القصيد، تفضل. إن شاء الله أستاذ. مثلك لا يمل والله، ولكن الوقت يداهمنا. بالعكس والله أستاذ. قد وصلنا أو شرفنا على الوصول إلى الختام، تفضل. وإحنا نبغي نكون خفيفين أيضا على المشاهدين والسلام. دائما أنت خفيف ظل، وقصائدك جميلة مميزة، وإطلالتك رائعة تماما كروعة قلبك ومنطقك العذب الجميل. تفضل أستاذ أحمد، كلنا نستمع إليك. الله يخليك. نختم بقصيدة متى نحقق حلما. جميل. يا ثورة القلب الصغير أنا هنا، أجري مع الأيام ما بين التعلق والمنى، وأخوض لجا هادرا عند المحيط، وأسيح في الصحراء كما ليل العنا، وأقول قولا صارخا عند السرى، من يا ترى يأتي إلينا حولنا، وهناك في الطرقات نوح جائر لا يرى دربا تعلق وانحنى، لا يرى دربا تدفق وانحنى، وبكى طويلا في الظلام لأنه ذاك المسافر قادم لوداعنا، ونعود للدنيا نعارك بعضنا، لا خير في أمل يحاصر صوتنا، ونسير في الظلمات سيرا خافتا، ونحاكم الأخرى ونشكو حالنا، ونرى الجنوح على المسافة شاهدا، ونرى الغيوم القادمات فوقنا أو تحتنا، يا أيها الحادي نداؤك يختفي، وحنينك المسكين يعرف طيشنا، منذ البداية قد تهاوى وارتمى، حتى غدا مثل النهاية كالأنا، وأتى صغيرا مثل قلبك شامخا، حتى لقى الإصرار فيما بيننا، ثم استدار إلى الطريق لوحده، وهما يتيما ثائرا ومكفنا، يا ثورة القلب الصغير لعلنا نأتي أخيرا كي نحقق حلمنا. سنأتي وسنحقق حلمنا، وسيتحقق هذا الحلم بأمثالك من الصادقين الواعدين الواعين. أستاذ أحمد، قبل الختام سؤال خاطف وإجابة مقتضبة عن الحلم الذاتي الذي ترجو أو الأمنية التي ترجو أن تتحقق وتشمل بها المجموع، وطنك الذي تحب قطر، وكذلك الوطن العربي والإنسانية جمعاء، ترى ماذا تكون هذه الأمنية الذاتية والتي تضم بها المجموع؟ والله أستاذ أنا طبعا الآن بوسط هذا الكم الهائل من الصراعات، ووسط هذا
كم يعني وما يعني يقطع القلب ويدمي الفؤاد ما يحدث الآن في غزة، وما يحدث في لبنان، وما يحدث في السودان أيضا. يعني كل هذه يعني يمكن احنا يعني نهرب أحيانا من نفسنا ونهرب من المواجهة، ولكن يعني هذه المجتمعات وهذا الـ هذا الـ هذه الدول وهذا الـ يعني أنا أتصور أنا أو أتمنى عودة هذه الدول إلى ما كانت عليه، وإلى يعني أن يعم السلام ويعم الجمال ويعم النور لهذه الأماكن التي يعني تعتصر بكل هذا الصراع الدامي الآن. نعم، يعني إلى متى، يعني إلى متى يعني يستمر هذا الزخم وهذا الدمار اللي موجود في هذه الدول؟ فنتمنى يعني وأمنية خاصة وأمنية عامة أن يعني أن يكون هناك وقفة للدول العربية والدول الإسلامية نعم والحكومات بكل معنى الكلمة، يعني لأن ما يحدث يعني جدا مآسي، ومآسي يعني لا نقول في اليوم، لكن في اليوم الواحد عدة مآسي حقا يعني موجودة. ويعني فهذا أيضا يعني يمكن أحيانا يمكن الآن أنا يعني يمكن التعبير يخونني، ولكن أتمنى عودة كل هذه يعني كل هذه الدول إلى ما كانت عليه من أمن وسلام وأمان. يعني نرجو نجد ذلك الـ مثلكم، نرجو ذلك نعم مثلكم أستاذ أحمد. طابت هذه الروح التي تتسع لتشمل البشرية جمعاء وتنتمي إلى جراحات أهلها، ونرجو لأمنيتك أن تتحقق وهي أمنيتنا كلنا. سعدنا بك أستاذ أحمد المفتاح الشاعر القطري الجميل على يعني تشريفك لنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. شكرا جزيلا لك، والشكر كذلك موصول لكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم. دائما وأبدا ظلوا في سلام وتمكين. إلى اللقاء.